يعني انا بس اقصد ملاحظه، طبعا حاليا المختصين شرعوا قانون الجريمه الالكترونيه، لكن حاليا وتم تغيير الاسم حاليا الى قانون الجرائم المعلوماتيه، وحاليا هو تحت انظار البرلمان العراقي لغرض تشريعه ويتم العمل به. عندك علم انه قبل مثل قانون رقم 111 سنه 1969 في وقتها ماكو مواقع تواصل وابتزاز وما شابه، وحاليا مثل ما تفضلت جنابك انه بسبب التحديث حاليا طلعوا الناس المختصه الابتزاز الالكتروني ليس فقط هو ابتزاز. بالضبط بالضبط، فحاليا دخل قانون تحت انظار البرلمان قانون الجرائم المعلوماتيه، ان شاء الله راح يتم تشريعه ويبدا العمل به، يختص في كل الامور اللي تختص وتصل به غرامات ماليه عاليه، وكذلك يعني السجن يصل الى المؤبد بعض الفقرات.